السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو مطلوب منك ان انت تعمل ملفات ريفت كتير، يعني ساعات بيبقى مشروع ضخم جدا وعايز تعمل فيهم كل واحدة فيهم تبدأ تحولها لسنترال فايل وتبدأ تعمل فيها ورك سيت وهكذا، الأداة دي ممكن توفر عليك وقت كتير. الأداة دي ميزتها انها مجانية، كل عليك ان انت هتحدد التمبليت اللي انت عايز تشتغل عليه وهتديله بقى اسامي الملفات اللي انت عايزها واسامي الورك سيت اللي انت عايزها في كل ملف. هو يبدا ان هو يعملهم لك سواء على اللوكال او على الاي سي سي الكلاود بتاع اوتوديسك. ادينا هنا الملف اللي فيه اسامي ملفات الريفت والملف اللي فيه اسامي الورك سيت ونقول له كرييت، فيبدأ هو يعمل لك الملفات على طول. وبرضو لو انت عايزهم على بيم 360 برضو هيعملهم لك.